برحب بحضراتكم جديد، لسه مكملين مع حضراتكم. يعني لو قعدنا نتكلم سنين عن حرب اكتوبر الكلام مش هيوفي، وكمان احنا دايما بنعيش لحظات صعبة مرت على ابطالنا. يعني نصر اكتوبر المجيد زي ما كنت بقول من شوية، المعركة اللي اتكتبت كده في تاريخ العالم كله، اللي العالم كله النهاردة بيتعلم من نصر اكتوبر، وكل ده بفضل اخواتنا من القوات المسلحة. خلينا نقول واحنا بنحتفل معاكم بانتصارات اكتوبر التي قدمت فيها القوات المصرية ملحمة عظيمة سطرها التاريخ ونصرا مجيدا على العدو الإسرائيلي، وانتصر الجنود المصريين بعزيمتهم وإرادتهم ليكتبوا التاريخ بدمائهم، وعبروا القناة وحطموا خط بارليف الحصين ونجحوا في استرداد أرض سيناء المصرية الغالية. نتكلم باستفاضة مع حضراتكم، بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف البطل سيادة اللواء أركان حرب دكتور محمد ثروت النصيري، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، من أبطال حرب أكتوبر، وسيادة اللواء من سلاح المشاة وخاط ثلاث حروب، خاص يعني حرب 67 كان برتبة ملازم قائد فصيلة مشاة، وحرب الاستنزاف كان برتبة ملازم أول قائد سرية مشاة، ونصر أكتوبر كان برتبة النقيب قائد سرية. صباح الخير يا سيادة اللواء، وكل سنة وحضرتك طيب وبصحة وبخير، وكل مصر بخير. صباح النور، وكل سنة وانتم طيبين، الشعب المصري والجيش المصري في عزة وكرامة طول العمر إن شاء الله. سيادة اللواء، يمكن أنا يعني جوايا 500 سؤال، وفي البداية عايز أعرف من حضرتك إزاي نفس الشخص اللي خاض كل الحروب دي، يعني 67 واستنزاف والروح المعنوية كانت صعبة، وفي الآخر يعني داخلين على حرب تانية 73، يعني مفارقات غريبة، ماذا يحمل ذكريات 6 أكتوبر في تاريخ سيادة اللواء؟ انت بترجعني ل 51 سنه، وقبليهم 6 سنوات من 67، يعني اجمالي 57 سنه. احنا رجعنا من نكسه 67 بدون شك كان معناتنا منخفضه، لان حصلت يعني هزيمه كانت طليق بالجيش المصري، ولكن مع التدريب ومع الاراده ومع العزيمه ومع الحب الصقر استطاع ان احنا نلملم جراحنا، ونستطيع ان احنا نقف من جديد على أرض صلبة. تدريب عنيف، تحلينا بالروح المعنوية العالية، كان لابد أن يكون لنا هدف واحد وهو استرداد الأرض. فهي من هنا جت عبقرية التخطيط وتناغم التنفيذ، ودي كلمة عبارة دايما أحب أبدأ بها في الأول، عبقرية التخطيط وتناغم التنفيذ في تحرير الأرض. بدأنا بالحرب الاستنزاف، كان حرب الاستنزاف ده كان بالنسبة لنا يعني بنتدرب على المعركة، وهي اللي ساعدتنا ان احنا ننتصر المعركة. صح. احنا كنا لم نخوض حروب قبل كده بالصورة اللي احنا شفناها في 73، فكنا لازم نبني الجيش من الاول، ولازم نستوعب السلاح اللي معانا، ولازم نعرف عدونا معرفة جيدة. كل هذا تم خلال 6 سنوات. في تضحيات حصلت بالتأكيد، لان ما فيش حاجة بتتم الا بألام وبتضحيات، وفي شهداء سقطوا. ننساش المعارك اللي حصلت في حرب الاستنزاف، سواء كانت راس العش، سواء كانت تدمير مدمرة ايلات، كل هذا ساعدنا ان احنا بعد 6 سنوات، ولما تحددت ساعة الصفر اللي هو يوم 6 اكتوبر، كنا على هبوط الاستعداد للاخذ بالثار، ونحن نتلاحم بالعدو لننتزع من سيناء انتزاعا ونسترد الارض. صحيح. سيادة اللواء، بجد ترحيبي بحضرتك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. يعني في الحرب دي جوستم حرب الدفاع عن هذه الارض، يعني كان في ملحمه فداء للدفاع عن هذه الارض وعن الوطنيه. كلمنا حضرتك عن شعور المصريين وهم بيدافعوا عن الارض دي وبيضحوا بنفسهم. طبعا احنا ايه يعني عايز انقل نقله كده عن يوم 6 اكتوبر. كان شعورنا لابد ان احنا نعبر القناه، ومش نعبرها بقى، احنا مش بنعبر، احنا بنقتحم القناه ونطلع الساتر الترابي شرق القناه، ونضم خط بارليف، ونتواجد نتدفق شرقا لعمل راس الكوبري زي ما التعليمات او التوجيهات الصادره لينا. كنا على هبوط الاستعداد، وكنا جاهزين فعلا، جاهزين بالعزيمه وبالاراده وبالروح المعنويه العاليه، وكل اللي احنا اتدربنا عليه في 6 سنوات
تدريبا عنيف جدا حسينا باهميته اثناء مراحل القتال. انا اقول لحضرتك على حاجه في غايه الاهميه واللي انت يعني ذكرتها. يوم 6 اكتوبر لغايه 6 اكتوبر مش عارفين توقيت العبور امتى. احنا مجهزين اليوم قبلها بيوم او يومين قالوا لنا خلاص يوم السبت 6 اكتوبر سيبدا العبور. طب التوقيت امتى؟ عشان اوري لحضرتك السريه والامن والامان والخداع الاستراتيجي والمفاجاه اللي كان بتحيط بهذه العمليه اللي زي ما قال الاستاذ مايكل في البدايه انها كانت ملحمه. هي فعلا كانت ملحمه وكان التناغم يتم بين كل الافر الرئيسيه الشركه. انا كنت واقف الساعه 12 الدوريه بوست سريتي ولا اعلم امتى هعبر. طب ليه اخفوا عنا هذا التوقيت للدواعي السريه والامن؟ كل واحد في مستوى بيعرف التوقيت بتاعه. انا عرفتها كانت عربيه جيب عدت من امامي وفيها من الكتيبه خدي كتيبه وفيها مندوب نزل سلمني ظرف. هذا الظرف فتحت لقيت توقيت عبورك عبور السريه المحدده ليا الساعه 12 الساعه 2:20 دقيقه تحديدا. هنا بقى جمعت الافراد بتوعي والحقيقه يعني كان في روح معنويه مسافه وكله كان في غايه السعاده والامل اللي احنا منتظرينه من 6 سنوات وكانوا بيترقبوا هذه اللحظه. وطلعنا على الساعه الترابي فعلا الساعه 2 بالظبط طلعنا على الساعه الترابي غرب القناه استعدادا للنزول الى القناه وركوب القوارب والعبور. بدانا بضربه جويه ثم تمهيد النيران نزلنا ركبنا القوارب عدينا شرق القناه وتسلقنا الساعه الترابي يعني المرتفع ارتفاعه 20 متر. كان في حب وكان في رغبه وكان في حب الخلاص كان حب من اخذ بالصقر لاسترداد هذه الارض ونرفع علم مصر مره ثانيه وننزع علم الاسرائيلي اللي كان موجود شرق القناه. سياده اللواء يعني انا جواه اسئله كتيره ولكن في تصريح دايما كده بيجي في خاطري ودايما عاوز كل المصريين يكتبوا هذا التصريح ويعلقوه في البيت. في 67 واول رئيس وزراء لاسرائيل كان بيقول تصريح خطير جدا: نحن لا نعتمد على ذكائنا ولكن نعتمد على غباء الآخرين. نحن نسعى لتفتيت أكبر 3 دول في المنطقة: العراق، سوريا، مصر. ماذا تقول بعد 57 عام من حرب 67 ونصر أكتوبر المجيد بعد 51 عام؟ يا أستاذ مايكل أنت قلت معلومة في غاية الأهمية. لا أنا هرجعك لعام 48 هرجعك عام 48 لما كان بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل تولى رئاسة وزراء إسرائيل. جمع القادة بتوعه قال لهم ليس العبرة أن احنا نمتلك قنبلة نووية، مش ده النجاح لإسرائيل، ولكن النجاح زي ما حضرتك ذكرت هو تدمير 3 جيوش عربية: سوريا، العراق، مصر. تمكنوا من أو ال 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 تمكنوا من للأسف هزيمة الجيش السوري والعراقي ولكن لم يستطيعوا ان ينالوا من جيش مصر العظيم. صحيح. فكلام حضرتك سليم 100% بس انا رجعتك لعام 48 نفس السياسه اللي ماشيه بها اسرائيل هي لم تتغير. صحيح. منذ انشاء عام 48 حتى وقتنا هذا نفس الكلام، لكن مصر ابيه وعدائيه ولا يمكن صعب جدا عصيه على اي عدو ممكن ان ينال بها. صحيح سياده اللواء، يعني احنا برضو عاوزين نرجع للذكريات انه وقت رفع العلم وقت الانتصار اكيد كان في فرحه بتملا قلوب الجيش المصري وقت ان هم خلاص احنا انتصرنا وعبرنا ووصلنا لارضنا وخدناها تاني. ايه شعور حضرتك في الوقت ده؟ انا اقول لحضرتك احنا لما عبرنا القناه وطلعنا على السات الترابي اول حاجه عملناها نزعنا العلم الاسرائيلي وحطينا العلم المصري. احنا مسكنا التراب بايدينا ونحط على وجوهنا من الفرح، مش مصدقين ان بتبص العساكر وبتسود ينظروا لي نظره. احنا كنا من 3 دقايق 5 دقايق كنا على الضفه الغربيه، دلوقتي بقينا على الضفه الشرقيه في ارض سيناء الحبيبه اللي احنا مستعدين لضحيها. كان شعور بصراحه شروح يعني رفع، كان معنويات مرتفعه جدا، كانت فرحه غامره. احنا ما كناش مصدقين نفسنا بصراحه، لكن لما وصلنا لارض الواقع وتحركنا ومشينا في سيناء وبدأ القوات تتدفق حسينا بقى خلاص احنا استطعنا انها نهزم الجيش الذي لا يقهر قهرناه. قطعنا ذراع الكره الاسرائيلي هو القوات الجويه قطعناها واصبح الغلبه لينا واصبح توازن القوى بقى مال لصالحنا بعد ما كان لصالح اسرائيل
اول يوم ياك بقول لحضرتك اول يوم وصلنا 3 كيلو شرق القناه 3 كيلو وعملنا راس الكوبري وكان كل يوم كنا بنكمل لغايه ما وصلنا ل 20 كيلو شرق القناه. سيادة اللواء ده بيخليني اسال حضرتك سؤال يعني شويه حساس يعني. في كل الوقت اللي فات ده حضرتك يعني كشاب صغير وانت خارج من البيت كنت بتقول ايه لوالدك ووالدتك واخواتك؟ بتبقى عارف رايح فين راجع امتى؟ احساسك بيبقى ازاي؟ هم عاملين ازاي؟ يعني انا متخيل الموقف ده، انا لو عندي ابني مسافر في 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 وقت حرب انا ممكن اتجنن. يعني عايز اعرف المشاعر المخطاطه الغريبه ان حضرتك ماشي ومش عارف راجع ولا لا. طيب يا استاذ مايك انا اقول لك على حاجه غريبه جدا. انت بتقول واحد ابنك خارج، لا احنا كنا ثلاثة، كنا ثلاثة اخوات في الحرب في نفس الوقت يا فندم. نعم في نفس الوقت، في نفس الوقت والله. لان ليه بقى؟ لان كانت السياسة ان الجند اللي يدخل الجيش ما يخرجش منها حتى تحرير الارض، ده كان الاتجاه العام المجد القلوب. فانا كنت نقيب قائد سرية، كان احمد اخوي الله يرحمه ملازم اول ضابط احتياط، كان غرب الانطره. انا كنت شرق الانطره، هو غرب الانطره. اخويا الكبير عصام كان مجند في الزعفران. احنا الثلاثه موجودين. حتى بالمناسبه ازور حضرتك على حاجه، انا بسال اختي الصغيره امبارح، ولا انت شعورك ايه لما انت اخواتك الثلاثه بره؟ صحيح. احنا ماما كانت قاعده في البلكونه ما بتغادرش البلكونه، منتظر ان احنا نكتيبه. الجيران بيجي يقعدوا معاها، ده الكلام ده لسه امبارح بتكلم فيه. الجيران بيجي يقعدوا معايا يواسوها، ما كناش بنطبخ طبخه واحده، كنا حاسين ان في حاجه يعني فقدناها. وبعدين كل ما نسمع البلاغات العسكريه طبعا قلبنا بيكون وكده، لغايه يعني ما الحمد لله اكتفى لنا النصر. وعايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ مايكل، انا قعدت شهرين بعد الانتصار اهلي ما عرفوش عني حاجه، ما كانش فيه موبايلات وقتها وصعب جدا الاتصال. فيعني بعد شهرين قدر رافض ان انا على قيد الحياه والحمد لله. انتصار اكتوبر ما كانش صدفه، انتصار اكتوبر مش مجرد كلمات بنتكلم عليها بعد 51 سنه، دي في ناس دفعت الدم غالي. لو احنا موجودين بخير وسلام ده بفضل الابطال اللي عملوا ملحمه كبيره جدا. ولو قعدنا نفكر الناس دي عملت كده ازاي، الناس دي كانت في وقت صعب جدا، يعني كانت مرحله صعبه جدا على الشعب المصري كله. ولكن لنا الفخر والعزه والكرامه ان احنا عندنا ابطال في مصر، يعني مثل هذه الابطال لو اتكلمنا للسنة الجاية مش هنقدر نوفيهم حقهم. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أركان حرب دكتور محمد ثروت النصيري المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، من أبطال حرب أكتوبر. هو أيضا خاض 3 حروب، حرب 67 وحرب الاستنزاف برتبة ملازم أول قائد سرية مشاة، وحرب النصر 73 نقيب قائد السرية. يعني كل الفخر والعزة والتقدير لأبطالنا وإخواتنا من القوات المسلحة.